مش هاني، هاني ابتلاعات، هاني حياة، هاني مرض، هاني تدفن حبيبك حبيبك. أما وين السعادة؟ تنك آخر كلامك يكون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تنى بيجوك الملائكة يبشروك بالجنة بسبب إيش؟ صلاة الفجر، قيام الليل، تعطي الناس حقهم، تحسن لخلق الله. والله لغير، والله لغير يزفوك زفة، والله عمرك في عرسك ما سووا لك الزفة. لا والله هذه الفرحة يا جماعة. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله ورحمته الإسلام، فضل الله ورحمته القرآن، فضل الله ورحمته الرسول، فضل الله ورحمته صلي الفجر في جماعة، فضل الله ورحمته ما تنصبش على الناس، ما تكذبش على الناس، ما تعتديش على الناس، فضل الله ورحمته تتلذذ بالذكر، تتلذذ بالقرآن، تتلذذ بقيام الليل، تتلذذ زي ما قال رب العالمين لحبيبه صلى الله عليه وسلم. شو قال له؟ قال يا بتمسخروا علي وبتضحكوا علي وبتمعروا علي، شو قال له؟ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فيش قلبك في ايش؟ مش تحكي عليهم زي ما حكوا عليك. فيش في قلبك في احب الكلام الى الله. شو احب الكلام الى الله؟ والله ما مسكين وحزين الا اللي بيعيش وبموت وهو مش عارف شو احب الكلام الى الله. سبحان الله وبحمده. والله مسكين وحزين الا اللي بيعيش وبموت وهو مش عارف شو الله بيحب. سبحان الله وبحمدي احب الكلام الى الله. اللهم لا تجعل فينا مدخن يا ذا الجلال والاكرام. مطلع اعتبار يا جماعه، اطفي ودوس عليها. ومنها ايه تقول؟ عمري ما بشربها ولا عمري بحطها في تمي. اللهم امين. توب على، توب على المبليين في الدخان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم توب على المبليين بالفيس. اللهم توب على المبليين بقوموش على صلاه الفجر. اللهم توب على المبليين اللي قاطع رحمه بروحش على الجنه. توب على المبليين اللي والديه بيغضبوا عليه بروحش على الجنه. ديروا بالكم يا جماعه، ديروا بالكم اللي بيغضب والديه يروح يبوس ايديهم واجريهم عشان الله يوفقه، عشان الله يوفقه للعباده، عشان الله يوفقه للقران، عشان الله يوفقه. بقول لك مش قادر اذكر الله، يمكن والديك غضبانين عليك، كيف بدك تذكر الله؟ بقول لك اولادي قاسيين علي، اولادي قاسيين علي، ابصر شو فيك معصيه، ابصر شو فيك معصيه، الله سلطهم عليك. والله يا اخواني الذي لا اله غيره اللي بدنا نقابله احنا وياكو، والله الصحابه خدموا هذا الدين ونشروا هذا الدين وضحوا لهذا الدين حتى الكفار والله اجوا يخدموا، اجوا يخدموا اهل الايمان. والله اجوا يخدموا اهل الايمان. والله اجوا لهم شو بدكم يا سيادنا؟ اما اليوم ما خدمناش الدين وما عملناش للدين وما تعرفناش على العظيم، والله اولادنا ما هم طايعيننا. والله هذيك النهار بعد مع مليونير اللي قرب يقول لي اولادي والله بيستنوا فيي اموت، قلت له والله بتستاهل. قال ليش؟ قلت له لانك مش رادد على الله، الله سلط اولادك عليك. قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اذا احنا طعنا والله اللي غير يطوع لنا اهل الارض. والله عزمان الايمان يا حبايبي، وعزمان تحصيل الايمان، وعزمان لا اله الا الله ما هي في القلب. والله الديب رعى مع النعجه. والله قال له اختار يا حجي 30 كلب مع رعوة غنم. قال له يا حجي هدول مش كلاب، هدول دياب، هدول دياب بيرعوا مع النعاج. ليش؟ لأنهم عرفوا العظيم، لأنه أجى النور في قلوبهم. عشوا صلاة الفجر، عشوا قيام الليل، عشوا المعاملات والمعاشرات،
عشوا حسن الخلق، عشوا القرآن يا جماعة. لماذا نقرأ القرآن ولم نتلذذ؟ لماذا نصلي ولم نخشع؟ لماذا نذكر الله ولم يزيد إيماننا ولم تأتي عظمة الله؟ ليش؟ لأنه يا أخواني في عظمة لغير الله. والله زي ما هو فرض عليك يا عبد الله، زي ما هو فرض عليك تصلي، زي ما هو فرض عليك تحج، زي ما هو فرض عليك تزكي، زي ما هو فرض عليك تقرأ القرآن وتتدبر في القرآن، والله في إشي فرض عليك أكثر الناس ما هي عارفته. أكثر الناس مش كلها، أكثر الناس والله ما عارفته. شو هو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، قولوا الله ما اجعلنا منهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فرض عليك تقيم عظمة التمنية، هيبة التمنية، أثر التمنية من قلبك وتدخل ثلاثة في قلبك، والله إنها أعظم من الصلاة. لأن الصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصيام اثنين وخميس والزكاة والجهاد في سبيل الله، والله وفي عظمة لغير الله إلا تموت على غير الدين. إلا تموت على غير الدين. طيب بس اخلص يا حج حفصي، الله يهديك، حياك الله، بس يدفنوا. والله يا اخواني هذا الخبث فرض عليك، هذه الشركيات. شو اللي بيمنع الانسان عند الموت يقول لا اله الا الله؟ شو اللي بيمنعه؟ العظمه اللي لغير الله جوا، الظلمه اللي جوا، الانداد اللي جوا. شو هم؟ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الله يحط فيكم البركة يا خلفة عبد السلام البابور. الله يحط فيكم البركة يا خلفة عبد السلام البابور. الله يرحمه. والله ما سمعنا عليك ولا عيبة يا جماعة، والله ما سمعنا عليك ولا عيبة، بس خفض صوتك شوية عشان المرحومة الله يرحمها. ان شاء الله على الحق يا جماعة، ان شاء الله على الحق. الله يا اخواني ما مسكين الا اللي بروح من هالدنيا وهو مش دايق حلاوة الايمان. والله ما مسكين وفقير. خلصوه؟ طب اعطوني خبر. طيب والله يا رب يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا تجعل فينا محب للمعصية، اللهم لا تجعل فينا طايع للشيطان، اللهم لا تجعل فينا مخالف للرحمن، اللهم لا تجعل فينا تارك للصلاة، اللهم لا تجعل فينا مصلي الفجر في الدار من دون عذر إلا في المسجد، اللهم لا تجعل فينا مشاحنة، لا تجعل فينا عاق لوالديه، لا تجعل فينا قاطع للرحم، لا تجعل فينا مدمن للخمر ولا مدمن للدخان يا الله، ولا مدمن للفيس يا الله، ولا مدمن على المعاصي يا الله، ولا تجعل فينا ديوث لا يغار على عرضه ولا يعلم أهل الدين يا الله، بروح اشعل الجنة يا الله. اللهم يا الله يجعل أسعد يوم في حياتنا هذا، الله يجعل أسعد يوم في حياتنا هذا، الله يجعلنا نقول وفرحته. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا، اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وانثانا، غائبنا وشاهدنا. اللهم انا حييته منا فاحي على الاسلام وعلى الايمان وعلى التوحيد وعلى القران، ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام وعلى الايمان وعلى التوحيد يا الله. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا اجرها، واغفر لنا ولا يا ذا الجلال والاكرام. لا تميتنا الا وديتنا حلاوه الايمان، حلاوه الصلاه، حلاوه قيام الليل، حلاوه صلاه الفجر في جماعه، حلاوه مدحك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشرح صدورنا لمدحك، اللهم اشرح صدورنا للثناء عليك، اللهم اشرح صدورنا لتمجيدك، اللهم اشرح صدورنا وربك فكبر، اللهم أثر علينا وربك فكبر.
يسر علينا الحمد، يسر علينا الشكر، يسر علينا الذكر، يسر علينا حب الكلام إليك سبحان الله وبحمدي، يسر علينا تعظيم سنة حبيبنا يا الله. اللهم يسر علينا الأخلاق، يسر علينا التقوى، يسر علينا تحصيل النور، تحصيل لا إله إلا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلا وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقيهم من الخطايا والذنوب كما نقصهم من الأبدان بالدنس، أبدل لهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم. اللهم اجعلهم من اهل الجنه وابعدهم عن النار وثبتهم عند السؤال. آمين. اللهم اعدهم من ظلمه القبر ووحده القبر ووحشه القبر وضمه القبر. آمين. اللهم ثبتهم عند سؤال القبر. آمين. اللهم اجعلهم، اشرح صدورهم ويسر امورهم. آمين.